لكم، نتمنى تكونوا بخير على خير، امركم هانيه. واخيرا فاينلي غادي نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين بارابور لي لونتي او العدسات. فانا يا اختي اليوم غادي نجاوب كاع على الاسئله اللي كدور لك في بالك. فالبنات قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، ديروا جيم كومونتير زوين ونبداو في الفيديو. اول حاجه البنات خصكم تعرفوها بلي انا ماشي بزاف باش بديش كندير لي لونتي، يلا هذه واحد 3 شهور بحال هكا. فاول مره فاش خديت لي لونتي خديتهم من واحد لا مارك معروفه بزاف، هاد لا مارك ديال البنات ما بغيتش نقول سميتها تفاديا للمشاكل. بون معروفه بزاف البنات في انستغرام، وخديت من عندهم، كان الثمن ديالهم بروموسيون دايرين 200 درهم. قلت غادي نجرب. صافي هذيك البنات جربت، اول حاجه وجعوني في عينيا، ثاني حاجه البنات كيجيو خارجين في العينين، كتجي العين هكا خارجه وكتبان يا البنات بالله دايره لي لونتي من الطياره، يعني اللي يشوفك بحال هكا غادي يقول هذه دايره لي لونتي، كتجي دايره بحال الفامبير، عرفتوا الفامبير دوك مصاصين الدماء هكاك. اصلا حتى اللون اللي خديته من عندهم ما كانش زوين، فكانت تجربه فاشله جدا مع لي لونتي. التجربه الثانيه البنات، وكنت واحد النهار جالسه مع بنت عمي وبقينا هكا كنهضروا على لي لونتي، قالت لي انا كنعرف واحد لا مارك زوينه ورخيصه عند واحد مول الماكياج. قلت غادي نجرب ما خسر حتى شي حاجه. البنات راه ما اشهار ما تلعبه، والله واخداهم بفلوسي. فكما قلت لكم البنات هاد مول الماكياج هذا سميتو توفيق، جاي في بلاص دو ماروك، كنخلي لكم انا انستغرام ديالو الا بغيتو تاخذوا عليه. البنات اللي ساكنين في وجده، واخا البنات اللي ما ساكنينش في وجده سيروا عند اي بارفيومري وقولوا ليه السميه ديال هاد لي لونتي هادو غادي يعطيكم لي لونتي. نوري لكم دابا. فالبنات لي لونتي هما هادو سميتهم ذهب، هما البنات غادي نحط لكم هنا شي فيديو ديالهم ولا شي حاجه هكا قريبه باش تشوفوهم مزيان. لونتي البنات هادو في 2023 شهر 2 تكمل الصلاحيه ديالهم، يعني مده كبيره وانت كتستخدميهم. ثاني حاجه اللي عجبتني فيهم هي لو بري ديالهم، ما كاملش البنات 100 درهم تخيلوا معايا، وزيدوا عليها كيكونوا مريحين في العين، واللون ديالهم البنات خطير 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 بزاف، غنديرهم وغتشوفوهم. اللون ديالهم كيجي طبيعي، راه ديجا صورت لكم لي فيديو بهم. اللون البنات واعر بزاف مريحين البنات، وسورتو الا كنتو مبتدئات تصلح لكم زعما هاد لا مارك هادي، غير تاكدوا بلا تكون اوريجينال وخذوها من عند شي واحد كتثقوا فيه. فالا كنتو من وجده راه عطيت لكم منين تاخذوهم، ولا كنتو برا من وجده سولوا غير على لي لونتي ديال ذهب. لا ريفيرونس ديالي هي بيرل، فبالنسبه للبنات اللي عندهم بحال البشره ديالي ياخذوا هاد لا ريفيرونس هادي. وبالنسبه للبنات السمرات يعني ياخذوا لي كولور اللي غايجيو معاهم. بالنسبه للبنات البيضاء ياخذوا بحال مثلا داك الزراق بحال الخضار كيجي معاهم. انا هاد اللون هذا صراحه وافقني وجاني زوين، وان شاء الله مازال نزيد ناخذ من عنده. غادي ناخذ يمكن غادي ناخذ هذاك العسلي، هذاك كيجي طبيعي اكثر. قلت لكم الثمن ديالهم، قلت لكم فين تقدروا تلقاهم. الثمن البنات كيختلف من بارفيومري لبارفيومري، ولكن البنات هادو ما كيفوتوش 100 درهم، ولا كاليتي ديالهم زوينه البنات بزاف. جربتهم وجربتهم وجربتهم، وماشي غير بوحدي اللي انا مجرباهم، جربتهم حتى بنت عمي وقالت لي التجربه ديالها معاهم. فاش تبغي تشري لي لونتي خصك ضروري تاخدي معاهم الماء ديالهم. الماء ديالهم البنات ضروري، امبوسي اختي ديري شي ما وحده اخرى، ولا يقول لك بالك اختي ديري الماء العادي عشان راه تخرجي على عينيك. خاصك ضروري الماء، من تشري لي لونتي شري معاهم الماء. الماء البنات داير 20 درهم. الماء هذا البنات كيصلح باش نغسلو لي لونتي، وحتى باش فاش نديروهم في ديك لابواط يبقاو لنا مزيانين وما ينشفوش، والماء خصو كل مره يتبدل. دونك لابواط كتجي بحال هكا ديال لي لونتي، كيجيو فيها هنايا واحد جوج قريعات، وكيجي فيها هاد اللعيبه هادي فين تحطي لي لونتي. انا هادي جاتني صغيره فما كنديرهاش. كما قلت لكم كيجيو جوج قريعات، هاد جوج قريعات هادو قبل ما غتحلوهم غتمخضوهم مزيان مزيان، حيت الا خويتوهم ديريكت هذيك العدسه غتبقى لكم تما لداخل غادي تحصل. فمخضوهم ودغيا دغيا كبوهم ديك لابواط ديالهم. البنات هذاك الماء ديال لي لونتي كيعطوكم معاهم هاد لابواط هادي، هادي حسن كتكون كبيره احسن من هذيك اللي كتجي مع العدسات، هذيك كتكون غير صغيره. هي البنات تقدروا ديروا في هذه، ولكن هذه دغيا لي لونتي كينشفوا. فوالا البنات نتمنى تكونوا فهمتوا. ندير واحد النقطه واحده اخرى، هي قبل ما ديري لي لونتي خصك تنسي شي حاجه سميتها الضفار،
حيت اول حاجه كيجمعوا الميكروبات وغتدخلي شي ميكروب للعين ديالك. ثاني حاجه البنات تقدري تجرحي العين ديالك، فاش تبغي تهزي اللانسز تقدري تجرحي العين ديالك، فمن الاحسن تكوني مقطعه الطفار. هما البنات على الطول الطبيعي ديالهم، ما طوليش الطفار بزاف باش الا بغيتي تجي تحيديهم ما تجرحيش عينيك، ونصدقوا في شي حوايج اللي ماشي هما هادوك. اول حاجه باش تركبي لي لونتي خصك تغسلي اليدين ديالك، وما يكونوش عندك الطفار كما قلت لك. دابا غادي نمشي نغسل يدي باش نجي نركب معكم لي لونتي. البنات فاش غادي تشري لي لونتي شنو غديري؟ غادي تمشي تحيديهم من هذاك الماء اللي فيهم، تخويهم وغادي تجدي لهم هذاك الماء وديرهم في هذه القريعه هذه، وديرهم هنايا وتخليهم واحد جوج سوايع ولا هكا، حيت البنات هذاك الماء اللي كيكون في لونتي فاش يلاه كنشريوهم ما كيكونش مزيان، فيهم دوك المواد اللي ماشي مزيانين، فخصهم ضروري يتغسلوا. خاصك تحطهم هنايا تخليهم واحد جوج سوايع عاد تلبسيهم باش ما يضركش في عينيك. انا البنات رجعت لكم غسلت يديا نشفتهم مزيان. دابا غادي نوريكم كيفاش تركبوا لي لونتي ونعطيكم كاع النصائح باش فاش تركبوهم ما يوجعوكمش عينيكم. اول حاجه البنات اللي بغيت نقول لكم باش ما تخلعوش اللون ديال لي لونتي، ما كيبانش ليكم فاش يلاه كتحطوا لي لونتي في عينيكم، حيت العين كتدمع والعين كتكون حمراء، وسورتو الى اول مره غادي ديريهم. فالبنات ديروهم وحيدوا عليكم المرايا، صبروا واحد شويه حتى العين ديالكم تبرد كما كنقولوا، عاد ديك الساعه تقدري تشوفي راسك وتشوفي تشوفي اللون كي داير. اما الا كنتي موالفه راه عينك غادي تكون ديجا موالفه لي لونتي. البنات غير تبعوا الخطوات ويديكم البنات يكونوا نقيين، تكونوا غاسلينهم مزيان، وان شاء الله عينيكم ما غاديش يوجعوكم. فاول حاجه غادي تاخذوا البنات الماء ديال لي لونتي، هكا كيجي كما قلت لكم كتجي معاهم القويبسه ديالهم كتكون كبيره هنايا فاش ديروا لي لونتي، ولا في القرعه ديال لي لونتي كتكون هاد ليفت ورايت يعني اليمين واليسار. البنات هادي فاش غادي تحيدوا منها لي لونتي غادي ديروها في بلاصتها، وهاد العين هادي فاش غتحيدوا منها لي لونتي غديروها في بلاصتها. قبل الاستعمال الاول البنات ما تخلطوش بيناتهم، يعني العدسه ديال اليسرى ما ديروهاش في اليمين واليمين ما ديروهاش في اليسرى، باش حتى الا كانت عندكم شي عين فيها شي مشكل ولا ما ينتقلش لكم داك المشكل من هاد العين هادي. نتمنى تكونوا فهمتوني. فاول حاجه انا كما قلت لكم دايره هنايا لي لونتي، هانتوما البنات هانتوما البنات هنايا دايره العدسه ومكثره الماء باش ما تنشفش. فاول حاجه شنو غادي ندير؟ اول حاجه اختي غادي تاخذي العدسه بحال هكا، ها هي البنات، ما تقلبوهاش عندك وتقلبوها وديروها مقلوبه. من بعد البنات غادي تشدي يديك بحال هكا، غادي تحطي هنا العدسه. علاش قلت لكم يديكم خصهم يكونوا نقيين 100%؟ غتشدي الماء ديال لي لونتي، هذا هو البنات داير 20 درهم، وغتكبيه هنايا مزيان. من بعد ما غتكبي هنايا غادي تحاولي انك تغسليهم غير بشويه، نتمنى تكونوا كتشوفوا الطريقه، غير بحال هكا بحال هكا. وعلاش قلت لكم خصو يكون عندكم الطفار، يكونوا طفاركم عاديين باش ما تقطعوش العدسه وباش حتى عينيكم ما تجرحوهمش. غادي نحطها بحال هكا، وهكا البنات كتكون العدسه فاش ما كتكونش مقلوبه. فوالا. من بعد البنات شنو غادي ندير؟ غادي تاخذوا عاوتاني الماء الا بغيتوا العين ديالكم ما توجعكمش، غادي تاخذوا عاوتاني الماء. هاد ليطاب هاد البنات مهمه بزاف، حيت كتخلي العين ما توجعكمش فاش يلا تحطوا العدسه. فغادي ديروا هنا الماء كما قلت لكم، غنجيب شي مرايه العدسه ديالي درت فيها الماء، وغادي ديروا شي مرايه هكا انفص لكم، ولا غديروا بحال هكا عينيكم وغتحطوها لتحت وغتشوفوا لتحت. تدا كما قلت لكم البنات في الاول ما ديروش على اللون، حيت يلا كتكونوا مركبين العدسات فكتكون عينيكم كدمع. دابا البنات ما وجعتنيش نهائيا حيت درت فيها الماء بزاف. ديروا هنا الماء غادي تغسلوها كما ديما، تغسلوها بحال هكا غير بلاتي البنات، وما تقلبوهاش لحقاش الا قلبتوها ما غتجيكمش هي هذيك. فوالا من بعد البنات كتحطوها بحال هكا، وضروري البنات هاد لي طاب هادي هي تاخدي الماء وتعاودي تكبي هنايا باش ما توجعكش فاش تحطيها في عينيك، وسورتو يا البنات الا كنتو يلا اول مره غديروه. صافي من بعد تاخدي مرايه لانكم تزعموا ما تخافوش.
فكما قلت لكم غتحطوا هنايا، غديروا هكا يديكم، غتحطوا العدسه هنايا وغتشوفي لتحت. فوالا هانا اختي كنبكي حداكم. وفوالا لي فيلي ها كيفاش كيجي، وكيجيو زوينين، كيجيو ناتشورال كما قلت لكم. الا كانت عندكم بحال اللون ديال البشره ديالي خذوا هاد لا ريفيرونس هادي سميتها بيرل، نحط لكم هنا التصويره ديالهم باش تقدروا تسكرينيوها. فوالا البنات بغيت غنقول لكم واحد الحاجه، لي لونتيال البنات ما كتنسوش بهم، ما كدوشوش بهم، و ما كتغسلوش وجهكم بهم ولا تمشيو بهم لابيسين. لا لونتي كديرهم غير الا كانت عندك شي خرجه هكا، كنتي باغا تجي كنتي باغا تجي مبدله، حيت حتى انا ما كنديرهمش بزاف، كنديرهم غير فاش كنكون باغي نتصور ولا فاش البنات كتكون عندي شي مناسبه لي باغا نبان فيها مبدله. فوالا البنات هادشي اللي كاين، وما تنساوش انكم فاش تاخذوا لي لونتي تاخذوا معاهم حتى الماء ديالهم، تاخذوا حتى القطره ديال العين اللي كترطب. غتمشيو لاي فارماسي غتقولوا ليه عطينا تكتره ديال العينين اللي كتمشى مع لي لونتي، غيعطيكم تكتره ديال العينين اللي كترطب العين. تحطيهم في الصاك ديالك وكل خطره تبقاي تقطري باش ما تنشف ليكش العين ديالك وباش ما تحمرك. اوفوالا البنات كانت هذه هي لافان ديال الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، ديروا جيم، ودخلوا انستغرام ديالي نخلي لكم هنايا. وما تنساوش انكم تقولوا لي كيف جاوكم لي لونتي، واش زوينين. البنات انا كتعجبني لا كولور ديال عينيا الطبيعيين، ولكن هكا مرمره ما فيها باس انكم تبدلوا. يكون عندكم الا كانت عندكم شي مناسبه ولا شي عراسيه يا اختي تجي مبدله وتدشري ليا البشره. اشهار ما حتى شي لعبه، كنشارك معكم شي حاجه انا مجرباها وعجباني. هاد الطريقه باش تحيديهم عاوتاني كعينك، من بعد كتجبديهم و تاتا. اش قلت لكم خاص يكون عندكم الضفار باش تسهلوا عليكم الماموريه.